السلام عليكم. محاضرة اليوم الاندودونتيك، عنوانها اندودونتيك emergency treatment، يعني شنو الحالات البين اللي تستوجب من عندك علاج سريع وما تأجل البيشنت. شوف، اي inflammation او infection يصير عندك بالكنال او داير مداير السن، زين surrounding the tooth، هذا راح شي يسبب لك الانفكشن، راح يسبب لك انفلاميشن، العفو اي irritation راح يسبب لك انفلاميشن. الانفلاميشن راح شي يسوي لك؟ راح يسبب لك افراز الكيميكال ميديتر which with the pressure induce pain، يعني الكيميكال ميديتر هم يعني راح تسوي لك بريجر وبالتالي راح يسبب لك الالم. اذا الكيميكال ميديتر راح يسبب لك الالم in two way، اما انه تسوي لك الاورنج للبين ثريشولد فراح تحفز لك السنسوري نيرف فايبر فسبب لك الم، او راح تزيد لك الفاسكولار بيرميابيليتي اند بروديوس ايديما. الايديما راح شو تسوي؟ راح تسوي لك ضغط بريشر فروم ذا ايديما دايركتلي ستيمولييتد ذا بين ريسبتور، يعني الايديما بصورة مباشرة راح تحفز لك مستقبلات الألم. زين، الـ classification of endodontic emergency include، أما إنه pre-treatment يعني أنت قبل ما بادي الجلسات، يعني هو الـ patient إجاك هذني الأسباب مات الألم الموجودة عندك، لازم تصنف الـ patient يعني شنو الـ cause مال هذا الألم حتى تعرف أنت شلون تعالجه، أو البيشنت under treatment يعني انت ده تشتغل لاندو اثناء ما قاعد تشتغل لاندو صار عندك هذا الالم، او بوست اندودونتيك تريتمنت بعد ما خلصت العلاج مالتك صار عندك الالم، صار عند البيشنت الالم. البري تريتمنت تقدر تسوي لها كلاسيفيكيشن انه اما دنتين هايبر سنسيتيفيتي او بين اوف بالب اوريجين، زين سبب البلب اللي هو اما ريفرسبل بلبايتس او ريفرسبل بلبايتس، زين وعندك الاكيوت ابيكال بريودنتايتس، اكيوت ابيكال ابسس، تروما تروماتيك انجري، وكراك توث سيندروم. هذني راح يسبب راح يجيك البيشنت قبل ما تبدا تشتغل له عنده الم. السبب بهذا الالم هي واحده من هذين الشغلات، تمام؟ لازم تعرف شلون تسوي له دايجنوستس، تعرف السبب حتى تعرف شلون تعالجه. اثناء الشغل patient under treatment يعني انت بديت تشتغل للبيشنت بس اجاك بالجلسات اللي وراها عنده الم او اتصل عليك عنده الم، اما انت mid treatment flare up، انت راح نعرف بالمحاضره شنو الفلير اب وشنو علاجه. exposure of the bulb، انت قاعد تشتغل شغل عادي بس انت سويت exposure للبلب، ضربت البلب. fracture of the tooth، fracture سببت كسر بالسن، زين او هو السن اصلا انكسر صار بي fracture فانضرب البلب مالته وصار عند الم. recently placed restoration، حشوه انت مخليها من وقت قريب. وبريودنتال treatment. البوست اندودونتيك تريتمنت بعد ما انت بديت تعالج له اندو حشوات الجذر، اما اوفر انسترومنتيشن انت مسوي او اوفر اكستنتد اوبتوريشن، تمام زياده بالكتابيركه، اندر فيلينج ماتيريال، تمام اقل من الطول الوركينج لينث، فراكتشر اوف روت صار عندك كسر بالسن او بالروت العفو، وهاي ريستوريشن الحشوه مالتك عاليه، تمام. زين نجي نشرح واحدة واحدة من البري تريتمنت او يعني بوست تريتمنت emergency condition وشلون نعالجهم. اول واحدة انه الريفرسبل اكيوت بلبايتس، هذا شلون يجي عندك البيشنت؟ اما يجيك اسمتوماتيك او يجي سمتوماتيك. الاسمتوماتيك يعني انت نوبات يجيك البيشنت، يعني انت مجرد يعني اكو فراكتشر عنده حشوه قديمه قاعد تشيل الهيايه، من تجي تنظف وشي تلقى الكنالات مفتوحات و there is no bulb، زين
بس هو البيشنت يقول لك انا ما عندي الم، ما عاني من عنده، بس هذه ممكن، يعني انت المفروض تفهم البيشنت ممكن راح يتطور مستقبلا يصير سمبتوماتيك، زين يصير عندك الم مستقبلا اذا راح تركي على الحال هذا، لانه راح يبدي يصير عندك بين from symptomatic irreversible bursitis is often emergency condition that require immediate treatment. These teeth exhibit intermittent or spontaneous pain. اما يقوم يجي الالم متقطع او مستمر او يعني بدون اي فد محفز يحفزه، whereby exposure to extreme temperature will elicit intense and prolonged episode of pain. لما يتعرض لحرارة يظل الأسنان يظل الألم مستمر ولفترة طويلة even after the source of stimulation is removed. حتى إذا أنت مؤخر الحرارة راح يستمر هذا الألم. إذا تعرف إنه هذا irreversible bulbitis لازم تشتغل عنده. زين السيمتوماتيك خلينا نرجع لها، خاف ضيعت معلومة من عندها. Irreversible means a tooth that has no symptoms but will deep caries. يعني مثل ما قلت لك أنت قاعدة تشتغل تسوس عميق وشفته مفتوح البلب مالته وبس هو ما عنده ألم. زين non vital يعني ما بي دم، تمام ما تشوف أكو دم بالبلب non vital. Or tooth structure lose that if left untreated will causes the tooth to become symptomatic or non-vital. تمام إذا عفنا مثل ما هسه قلت لكم إذا عفنا راح يتحول إلى symptomatic، لازم تخبر البيشنت حتى يبدي root canal treatment. زين نرجع على symptomatic خلي نكملها. Teeth with irreversible bulbitis with a definitive periapical inflammatory extension occlusal reduction is recommended. Antibodies are not recommended for emergency management of irreversible bulbitis. تمام الانتيبايتك ما تحتاجها بالايام الاولى من تفتح للكنال حتى خاف اكو ابسس ما يصير عندك سيست برئبيكالي. تمام ستيب اوف تريتمنت. الستيب اوف تريتمنت اول شيء راح تفتح القناه كلين ذا روت كانلز تو ذا وركينج ليث مثل ما انتم عرفتوا بالمحاضرات السابقه. ثانيا راح تخلي بليس سوتابل ميديكمنت ان ذا bulb canal and chamber. مثلاً تخلي له كالسيوم هيدروكسيد و close the excess opening with a temporary filling acid. أني خلي لي قطناي على ال excess opening مالتي وأسد ده BTF و check occlusion of the teeth of the tooth. لازم ما أخلي contact ويا الأبر شوية الفيلينج شوية أنصي زين ما أخليها over زين. prescribe pain analgesic لازم تعطي مهدئات تمام حتى تحسب حساب خاف يصير عند ألم. زين هسه خلصنا من ال irreversible acute bulbitis. نجي على ال acute apical periodontitis. Acute apical periodontitis. If the inflammation of the apical periodontal tissue causes from the extension of a bulb infection periapically. إذا وصلت عندك الانفكشن برئبيكالي تمام it is characterized by the following feature. راح يجيك المراجع عنده هاي الأعراض elevated tooth from its socket because of build up in a fluid pressure in the periodontal ligament. تشوفه كأنه ما صاعد بالمستوى الأسنان أو هو المراجع يقول لك دكتور أنا قاعد أحس كأنما السني قاعد يتحرك أو أعلى من بقية الأسنان. تمام discomfort on biting يكون ما مرتاح أثناء ما يعض عليه بمجرد ما تحط له المرر أو أي شيء موجود عندك الانسترومنت قول له عض على هذا على كيفك راح يكون discomfort راح يصير عنده ألم. النقطة الثالثة sensitivity to percussion. إذا أنت سويت percussion على السن راح يصير عنده ألم معناته هذا عنده acute apical periodontitis معناته الانفكشن واصلة برئبيكالي يعني أكو عندك cyst أو مو إلا cyst يعني هي عندك inflammation periodontal inflammation. تمام زين
الستيب اوف مانجمنت بيجي حالة ايش راح تسوي؟ نفس العلاج مالت الاكيوت، اكسس اوبننج بريبريشن، توتال بلب اكستربيشن، اطلع البلب كليته تنظفه، كلينج ذا روت كانال، نظفت الكانال كليتها، ثرو اريجيشن اند دراينس، زين اغسله وانشفه، بعدين بليس اوف انتراكانال ميديكمنت از كالسيوم هيدروكسايد، كلوز ذا توث وذ ا تمبراري فيلينج تي اف، ريليف اكلوجن، بريسكرايب انالجيك. نفس العلاج مات الاكيوت الريفرسبل بالبايتس، تمام؟ يعني مجرد انه انت راح تبدي له روت كانال، علاج روت كانال، انظف القناه، ورا ما انظفها اسوي لها دراينس اريجيشن ودراينس، اخلي قطنايه، بعدين اخلي تي اف، تمام؟ واخلي تي اف مثل ما قلت لكم شويه انصى من المستوى على مود ما يصير ضغط على التوث، زين، ريليف اكلوجن، واخليه ياكل على الجهه الثانيه مثلا كم يوم، واعطيه مهدئ مال الالام. زين، الاكيوت بيري ابيكال ابسس، هنا أنا صار عندك جراحه بيري ابيكالي، يعني اذا اخذت اكس راي تشوفها بهالصوره هذه. هذا شلون راح تعالجه؟ شوف، الاكستروشن اوف ذا بكتيريا فروم ذا روت كانال تو ذا بيري ابيكال اريا اندوس انفكشن اندينج ان فورميشن اوف كولكشن اوف باس، راح يسبب لك تجمع للباس. الاكيوت بيري ابيكال ابسس از كاركترايز باي ذا فولوينج فيتشر، اول شيء كلينيكالي A swallowing is evidence with a pain and sensation of tooth elevation. مثل ما قلت لكم يجي كأنما يحس إنه طالع من مكانه. ليش؟ لأنه من الضغط مالت البص السن يبدي كأنما ده يدفع. زين. Radiograph evidence varies in size of lesion. طبعاً راح تبين لك كبر lesion إيش قد حجمه. و systemic fever تلقى عدة سخونة. زين، step of management البص debridement of its content. زين، انظف البلب، افتح access opening مثل الشغل مات العادي، افتح ال access opening، ال incision and drainage if swelling is present، اذا كان مورم، لانه هذا ما دام اكو عندك بص يعني نوبات يجيك swelling مورم، اذا فاتح من ال بوكالي بوكالي او بليتالي، زين، اسوي له انسجن على مود عندك البص يطلع، تمام؟ If bus is oozing the tooth may left open for one day for drainage. اذا انت فتحت التوث وبدت البص تنتبه عليها قاعده تطلع من التوث، ده تطلع اغسلها مره ومرتين، وش اسوي؟ اعيفه مفتوح واخلي البيشنت يغسله للسن عده مرات بالبيت، زين، على ما انه يجيك ثاني يوم يلا تسده، تمام؟ لانه حتى تخفف له البرجر اللي موجود حتى يخف عنده الالم. الانتي بايوتيك may be prescribed only if a systemic feature are present as a fever. اذا كان عندي معناته عنده ارتفاع بدرجه الحراره، اذا يعني عنده inflammation قوي، يعني اعطيه انتي بايوتيك. ريليف the tooth out of occlusion مثل ما قلنا، analgesic should be prescribed. الفرق عن علاج هذا النيجي انه اخليه مفتوح لمدة يوم واحد، او اذا عندك سوالينج وتشوف انه البص واضح عندك بوكلي، افتح الانسيجن قليل على مود تطلع عندك البص. زين، local anesthetic is contraindicated to be used بهاي الحالة، contraindicated اذا عندك بص او سوالينج. ليش؟ اول شيء ما راح تفيدك الانستيجيا بهالمكان، هذه ما راح تفيدك لانه اصلا ما راح تشتغل، لانه المكان اسيدك ما راح تشتغل. زين، chance of spread of micro organism، ممكن انت اذا اعطيت الانستيزيا بمكان سوالينج ممكن انت راح تسوي له تنشر له الانفكشن بالفيس كليته، تمام؟ والبين كوزد صحيح السيلايتس. زين، والبين كوزد باي انجكشن از ان ديستينتد اريا، يعني اذا انت سويت انجكشن بايريا هي اصلا ديستينتد ومورمه، كانما انت قاعد تضيف له الم لهذا المراجع، ف عفوا تسويها ديستينتد بعد اكثر، تمام؟ ف راح يسبب له الم فظيع، فانت ما محتاجها اصلا، ماكو داعي تعطي انستيزيا بهذه الكيس اذا اجاك سوالينج وعده بس. زين، كراك توث سيندروم، الكراك يجيك بعدة مستويات، هسه راح نبدي نشرحهن واحدة واحدة. It is incomplete fracture of the tooth with a vital bulb.
تمام هو vital bulb بس صار عندك fracture بالstructure ما تسن. It is completely seen with a teeth with a large restoration. أغلب الأحيان يعني يكون عندك large restoration موجودة به filling فيسبب له fracture أو crack العفو فطر. البين is experienced when the patient chewing laterally. أكوت الرول على مود تري تتأكد أجيب كوت الرول أخليها laterally على السن وأخلي البيشنت يغلق عليها راح يحفز لك البين عندي راح يصير عندي ألم شون النتلة مالت الكهرباء بالضبط تصير بالسن زين يصير عنده شوك بسرعة تجي هاي الشوك وتختفي معناته هذا عندك راك بالسن زين. Step of treatment immediate reduce the occlusal contact with the crack area تمام. النقطة الثانية analyze the extent of a crack to preserve the pulp health. أشوف أني مستوى الكراك طبعا أخذ أشعة وأشوفه أشوف مستوى الكراك أو نبات حتى يكون واضح عندك بالسن clinically تقدر تشوفه. إذا ممتد مجرد أنه بتو structure هذا يعني easy treatment يكون. If the bulb is involved and the crack is superficial to the alveolar bone, the endodontic treatment is necessary. إذا واصل للبلب لازم شو تسوينه endodontic treatment. أما إذا كان ممتد واصل للعظم للبون للالفيولار بون فهذا السن وصل حد extraction. زين الانترا هسه وصلنا للانترا تريتمنت فلير اب. شنو معنات الانترا تريتمنت فلير اب؟ فلير اب يعني معناته يعني الم كلش قوي الم مشتعل مثل ما واحد يقول يعني ويا سوينينج نوبات اور بوث يعني بين اند سوينينج زين during the course of the treatment canal of the root canal treatment خلال ما انت قاعد تشتغل root canal treatment. risk factor contributing to flare-up. ليش يجيك البيشنت انت اشتغلت له الجلسة الأولى ليش يجيك انه عنده ألم بالجلسات الوراها او يتصل مثل ما قلت لك يتصل عليك ويجيك عنده ألم او swelling صار عنده. اما انه انت مسوي over instrumentation and over obturation بجلسة الانسترومنتيشن يمن اخذت working length وسويت preparation سويت over instrumentation او بجلسة الobturation اللي هي الجلسة الثالثة سويت over obturation. inadequate debridement ما منظف الكنال بصورة صحيحة بريابيكال استروجين of the debris أو أنت دافع الوساخة والدبريز الموجودة بالكنال أبيكالي تمام دافعها خارج السن للبريابيكال area. preoperative pain precaution sensitive and swallowing بركوز one visit endodontic in case of acute apical periodontitis يعني انت اشتغلت للمراجع جلسة واحدة وهو اصلا عنده acute apical periodontitis واشتغلت له بجلسة واحدة كملت له instrumentation and obturation باعتبار سديته وهو الانفكشن ما شافي عندك. retreatment انت دا تشتغل tooth هو حشة قديما روت كانال وعدت الانسترومنتيشن مالته والاوبتريشن فصار عندك اوفر انسترومنتيشن فبالريتريتمنت ممكن يصير عندك فليراب. الابريهنشن نوبات البيشنت هو اصلا اوفر وهيستوري اوف الرجي زين. ستيب اوف مانجمنت اول شيء طبعا احنا ما دام الاسباب متعدده لازم تعرف انت السبب اللي صار عندك الفليراب وتعالجهن وحدة وحدة كل وحدة على حدة. reassurance of the patient أول شيء لازم تهدئه وتعلمه إنه هذا الألم ممكن إنه يزول. complete debridement of the root canal with no over instrumentation or extrusion of the debris. أكمل التنظيف مالتي مالت القناة وأنتبه على نفسي إنه ما أسوي over instrumentation أنتبه على working length مالتي بصورة صحيحة وأنظفه بصورة صحيحة زين وما أدفع ال debris مالتي أبيكالي على كيفي أشتغل بال instrument بصورة صحيحة مثل ال prescription of manufacturer prescription وياها irrigation.
زين establishment of drainage if a bus is present. إذا موجود عندك بس أسوي له drainage أعيف الكنال مفتوحة. relief of occlusion شوية أشيل من ال TF أو أقل البيشنت إنه يأكل على الجهة الثانية. أو calcium hydroxide intracanal medicament أو medication أخلي له calcium hydroxide. زين وanalgesic and antibiotic prescription تمام. زين نجي على الـ overextended treatment beyond the apex. إذا أنت مسوي obturation beyond the apex راح تسوي any extension of the instrument or filling material induce acute inflammation and with the presence of extruded debris will cause infection. أي شيء عندك instrument أو filling material أو نوبات debris يروح عن apically راح يسبب لك infection. البين pain is magnified because of the limited area between the bone and the tooth. تمام. The step of the treatment. إيش راح يسوي؟ Care should be taken in consideration not to extend instrument beyond the apex. أنت تحاول وتكون متأكد إن بالworking length على مود ما يصير عندك over instrumentation أو الinstrument إنه تطلع عندك apically. ثانيا re-instrumentation to the exact working length should be done to ensure apical stop area to prevent extrusion of the cataberke. يعني اني ارجع قبل الجلسه مالتي الاوبتريشن ارجع احط الانسترومنت واتاكد من الوركينج ليث مالتي حتى لا اسوي اوفر انسترومنتيشن ولا اخلي الكاتابيركه اوفر اكستندد. If a cataberca is extended beyond the apex, then retreatment should be performed. يعني إذا أنت الكاتابيركا مالتك سويت obturation over, لازم تعيدها by special instrument kit of a protaper retreatment and de-rice system. Analgesic should be prescribed. تطي مهدئ. زين. Fracture of the tooth during the course of the treatment or after it's the tooth may be subjected to force and it may be a fracture. ممكن إنه أثناء ما تقدر تشتغل راح يصير عندك fracture بالسن. The treatment depended on the extent of the fracture area in the crown or including the root. The steps of treatment resemble that of the crack tooth syndrome. يعني انت انا اذا عندي كانت الفراكتشر موجوده بس بالتوث ستراكتشر واقدر اعوضها انا بالريستوريشن اعيفه للتوث عادي اكمل الشغل مالتي مالت الروت كانال واكمل مالت الريستوريشن. اما اذا كان الفراكتشر يعني واصل لحد الالفيولر بون جوا الالفيولر بون وسط السن زين معناته بعد ما بي فايده معناته انه هذا سنك وصل للاكستراكشن. بالتوفيق ان شاء الله. اي سؤال عندكم محاضرتكم سهلة إن شاء الله. أي سؤال موجود عندكم دزوا لي إياه أنا حاضره.